خطيرة وخطيرة جدا سيد الرئيس. تدق ناقوس الخطر هي الأحياء ديال الحي الجميل في عين السماء، مجموعة من الأحياء. اليوم كانوا بغا يديروا واحد الانتفاضة ديال الشنيولة، تيتعذبوا بسبب هذاك هذوك لي كاف اللي عامرين بهذا الماء. واليوم خصنا حل جذري للجماعة ديال الطبيبة، مش خص مدينة، على أننا نحلوا هذه الآفة لأن الإشكالية تيتخبطوا في هذه السكينة بعد ما صوبت هذه الشركة اللي تكلفت بالإنشاء ديال الويفا والأمل والبسنة والبطن، مجموعة من الأحياء تما تعاني. احنا تعاني كل ليله من العذاب ديال شنيول، وكانوا بغيديروا انتفاضه ديال شنيول كانوا يجيو يخرجوا. ولكن الله يجزيكم حسيت رئيس هذا المشكل دارتو هذوك اليوم، اليوم خصنا نحلوا هذه المشكله.